يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والشفع والوتر. صلاة الوتر قد عرفناه، فما الشفع؟ وهل توجد صلاة تسمى صلاة الشفع؟ كلمة الشفع معناها عدم الوتر، بمعنى أنه العدد الذي ينقسم على اثنين بدون باق، مثل اثنين وأربعة وستة إلى آخره. ويطلق اسم الشفع على الصلاة التي يصليها من يريد صلاة الوتر، ذلك أن الوتر يحصل ولو بركعة واحدة، ولكن يسن أن يكون قبل ركعة الوتر ركعات شفع، إما مستقلة في نيتها عن ركعة الوتر، وإما مجموعة مع الوتر. وركعة الشفع غير الركعتين اللتين هما سنة للعشاء، فالعشاء بفرضها وسنتها عبادة مستقلة عن الوتر بشفعه الذي يتقدمه. وقد أقسم الله سبحانه بالشفع والوتر في سورة الفجر، وجاء في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه عمران بن حسين أن الصلاة منها شفع ومنها وتر. وأما معنى الشفع في الآية في غير الصلاة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، وفي رواية أن الشفع هو يوم عرفة ويوم النحر، والوتر ليلة يوم النحر. وقد أفاد القرطبي في تفسيره في ذكر الأقوال في المراد من الشفع والوتر، ومن أراد فليراجعه، والله أعلم.